حسن الجمال يعملها. خير يا حبيب، ايش فيه؟ كلاب مرعي شمال. اركن غاد. في واحد بدي اياك. فتش على العربية الأول. هو في ايه يا عمر؟ ما تقلقيش، دي إجراءات أمنية بسيطة. كله تحت السيطرة. نظاف، ابعته. تعال معي. ثواني وجاي. أنا خايفة أوي. ما تخافيش، خمس دقايق وهتلاقي عمر راجع. موجود. اتفضل يا عم مرعي. لا ده احنا كده عايزين 1000 جنيه تاني. طب ثواني بس يا عم مرعي. هاتي 1000 جنيه بسرعة. ليه؟ يلا خلصي بسرعة. يلا يا مريم امسك، أنا معرفش دول كام. اتفضل يا عم مرعي. ماشي يا برنس. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مرعي؟ ايه رأيك في كيس 10 جرام هدية مني ليك؟ وده ازاي ده يا عم مرعي؟ ابعت لي الموزه اللي معاك. ايه يا عم مرعي اللي انت بتقوله ده يا عم مرعي؟ وبعدين انت ترضى لي انا الكلام ده؟ عم مرعي دي قريبتي يا عم مرعي ومتجوزه وملهاش في السكه دي اصلا. اه معاك حق يا عمور. عم مرعي ما تزعلش ولا حاجه، انت كبرنا يعني وانت عارف غلاوتك يا عم مرعي. بقول لك يا برنس. قول يا عم مرعي. طريق السلام. سلام يا عم مرعي. مع السلامه. ابو عمار. ها يا عم مرعي. سلمهم الطريق واعمل معاهم الواجب. سلام يا حبايبي. لا اله الا الله يا ابو عمار. الحمد لله انت اتحسنت كتير قوي عن الاول. ربنا يطمنك يا دكتور. احنا هنلغي الدواء اللي احنا ماشيين عليه وهكتب لك دواء جديد هيحسنك كتير قوي. هيا سناء، ايه الاخبار؟ المريض سامح عبد اللطيف. ماله؟ بره ومصر يقابل حضرتك. هو واخد ميعاد النهارده؟ لا يا دكتور، بس هو عايز حضرتك في مساله حياه او موت. حياه او موت؟ طب خليه يتفضل. حاضر يا دكتور. ايه ده 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 يا جماعه عشان تكمل. ارمي البودره اللي معاكي بسرعه. انت مجنونه، احنا اتبهدلنا لحد ما جبناها. انت بعتي موبايلك عشان نجيب الضرب ده. ارمي اهدي البودره اللي معاكي عشان تقفش. بس اهدوا يا جماعه عشان داخلين على كمين. اتفضل هديك.
مساء الفل يا باشا. رخصة. ايه ضاعت ولا ايه؟ لا يا باشا الرخص موجودة بس هتلاقيها وقعت هنا ولا دور ايه؟ دور. طب استاذنك بس يا باشا اقف على جنب. اخلص يالا احنا لسه هندور. ما هي معايا يا باشا بس هتلاقيها واقعة بايقة. اخلص اركب على جنب. حاضر حاضر. اخلص. حاضر. يا رب. خبر اسود. انا مش مصدقه اللي انا سامعاه بوداني. سبت ابنك رهن عند تاجر مخدرات عشان شمه؟ وانا كنت اعمل ايه بس يا دكتوره؟ ما انا لو ما خدتش الشمه كنت هموت، وانا كده كده مش هنفعه. وكنت خلفته ليه لما انت مش هتنفعه؟ روح يا شيخ منك لله، منك لله. ارجوك تساعديني يا دكتوره، ابوس ايدك تساعديني. لا تبوس ايدي ولا تبوس رجلي. انا مش هساعدك انت، انا هساعد الواد الغلبان اللي انت رميته رهن عند تاجر المخدرات ده. بس توعدني ان احنا لو رحنا جبناها هتطلع معايا بعد كده على المصحه. اوعدك انا ممكن اعمل اي حاجه بس المهم ابني يرجع لي. ولما انت مستعد تعمل كده ما عملتش كده ابني الاول ليه؟ غصب عني والله غصب عني. تاجر المخدرات ده في اني ده؟ في حته اسمها السحر والجمال. السحر والجمال؟ في اني مصيبه دي؟ قوم معايا مفيش وقت نضيع. قوم معايا. انا مش مصدقه ان احنا عرفنا نخلع منهم. انا قلت احنا يا هنتمسك يا هنلبس في حاجه واحنا بنلعب. لا الحمد لله ما هي جت سليمه اهي. المره الجايه بقى. المره الجايه ايه؟ انا مش جايه معاكم المره الجايه المكان ده. متهيألك انت عارفه لما تجربي للصفه دي انت اللي هتقولي لي يلا بينا نطلع يا عموره. وانت يا فالح البوليس خد نمره عربيتك. بيبي ما تقلقيش انا مأمن نفسي. مأمن نفسك ازاي ان شاء الله؟ بس حواره رقم 2 وخليته رقم 1. وانت كمان لبست الموضوع لواحد ملوش ذنب؟ ده ايه الحنيه دي كلها؟ لا ده انا على كده بقى معايا ملكه العواطف الجياشه. بقول لك ايه يا بت؟ لو انت كنت عايزاني اتمسك ولا ايه؟ على فكره انا لو كنت اتمسكت كنت هبلغ عنك. ده كان يوم اسود ما عرفتك انتوا الاثنين. سلام. ماهر الحمد لله على السلامه يا حبيبي. انت جيت امتى؟ وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. وحشتني قوي. كنت فين؟ كنت في ميلاد هند صاحبتي. دي احلى مفاجاه انت عملتها لي ان انت جيت. قفل موبايلك ليه؟ اتسرق مني النهارده في البنزين. زينه انت كنت عارفه انه هيتسرق عشان كده طلبت مني موبايل؟ وهو انا يعني كنت عارفه ان انت جاي النهارده؟ ما انت قايل لي انت هتيجي كمان اسبوع. كويس كويس انا جيت عشان ما تقعديش من غير موبايل اسبوع. تحليب عشان عايزك في اسبوع. اسبوع كبير جدا. وحشتني قوي. وانت كمان.
هنا المكان مش كده؟ أيوة. مرعى شمال. رايحين لمرعى شمال. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. الفلوس هتقول ايه؟ حبيبي قول لي في حد من الناس عمل لك حاجة؟ انت سبتني هنا ليه يا بابا؟ سامحني يا حبيبي أول وآخر مرة. طنط رجع تاخدك توديك لغاية البيت. وانت هتروح فين يا بابا؟ انا مسافر حبيبي، هغيب يومين وارجع لك. يلا يلا بقى من هنا. يلا 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 حبيبي. يلا 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 من هنا بسرعه بقى. يلا ايه يا حبيبي بصلي كده ليه؟ استغربك شوية. انا؟ بالعكس انا مبسوطة جدا من وجودك، فرحان ان انت عرفت تاخد العشر ايام دول. باباك يكلمك؟ لا ولا هيكلم. معقولة؟ معقولة بنته تهون عليه كده؟ كفاية الإمبراطورية اللي هو بيديرها ولا العادة اللي جاي من مراته الجديدة. فرحان بيه قوي، بيجدد بيه شبابه. انت كنت عرفت منين؟ ايه نير؟ انت فاكرني بكلم بابا من وراك؟ مريم انا ما منعتكيش تكلميه، كلميه براحتك. انا عارف من وجهة نظره ان انا مش الرجل المناسب اللي اتجوز بنته. هو فاكرني طمعان في فلوسه. معذور ما عرفنيش. بس ما اقدرش الومه. اي حد مليونير في مكانه هيفكر بنفس الطريقه. بابا لو شايفك زي ما انا شايفك هيعرف ان انت احسن راجل في الدنيا. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. توحشتيني اكتر. حسن جيت بدري يعني النهارده؟ وحشتيني. قلت اجي بدري لقيتك انت اللي اتاخرتي. وانت كمان وحشتني. بس اسكت، ده كان حته يوم النهارده. محدش قالك تشتغل الشغلانه المنيله دي. عندك حق، بس سبحان الله يا اخي الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه وهي في ايده. تعرف النهارده جالي واحد ساب ابنه رهن عند تاجر مخدرات عشان خاطر تذكره هيروين، ما يعرفش ان في ناس بتتمنى دوفر طفل. وبعدين بقى احنا هنرجع نفتح الموضوع ده تاني؟ يا حبيبتي
يا حبيبتي انت عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا كلها. بعدين احنا حاولنا نعمل كل حاجه بس ربنا ما قردش. الحمد لله على كل شيء. ها قولي لي بقى عملتي ايه مع الراجل؟ طبعا اديتي له الفلوس عشان يفك رهنيه ابنه. لا طبعا وانا عبيطه، انا لو كنت اديت له الفلوس كان راح شم وما رجعش ابنه. امال عملتي ايه؟ ما تردي عليا، قولي لي عملتي ايه؟ كنا عملت ايه يعني يا حسن؟ رحت معاه طبعا لتاجر المخدرات، اديت له الفلوس ورجعت الولد. رحت لتاجر المخدرات؟ ايوه يا حسن، ما هو ما كانش في حل تاني غير كده. رحت اديت له الفلوس واخدت الولد. وبعدين انت قلقان من ايه؟ ده ما كانش بعيد، ده طريق مصر اسماعيليه في منطقه اسمها السحر والجمال. لا 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 لا، انت كده اتجننتي رسمي. في ايه يا حسن؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ تعلي صوتي؟ ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ رحت لتاجر مخدرات؟ طب وايه المشكله؟ ما انا رجعت واقفه قدامك اهو، صخ سليم ما فيهاش حاجه. لا انت اتجننتي رسمي بقى. في ايه يا حسن بتزعق كده ليه؟ بزعق ايه يا شيخ؟ على طول اتصرفي بالسذاجه دي، في ايه؟ ايه رأف؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة، انا كنت هنام بس حسيت ان انا مخنوق شوية فقلت اطلع في الهواء يعني. مخنوق؟ كده ما ينفعش يا ابني. اللي انت بتعمله ده في علم النفس اسمه مازوخية، يعني لذة تعذيب الذات. وانت لا اول واحد ولا اخر واحد انفصل عن خطيبته وجوز غيره. يا بابا حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص. انا ما بقتش افكر في حاجه زي كده. بأمارة ما انت قاعد تراقب فيها ليل نهار. انا في حاجات عايز افكرك بيها، ارجوك ما تنساهاش. انت درست حقوق وانا كنت عايزك تكمل معايا في مكتبي، رفضت ورحت درست ديكور وقلت ماشي، وفتحت لك مكتب ضخم جدا مش لانك ابني، لانك فعلا مهندس موهوب. كمل بقى، كمل. انت مكتبك ده كان مفروض يبقى من اكبر مكاتب الديكور في مصر. سيبك بقى من الحب العجيب اللي عمال يدمر فيك ده. بابا انت ليه مصر يعني؟ مصر ايه وزفت ايه؟ اسمع يا ابني، الاسبوع الجاي انا هنزل اعلان اعرض الفيلا دي للبيع ونروح نعيش في اي داهية. ما هي طول ما هي قدامك عمرك ما هتنساها ابدا، وانا ما عنديش استعداد اشوف ابني بيضيع قدامي وانا مش قادر اعمل حاجة. بابا ارجوك. ارجوك ايه وزفت ايه؟ الموضوع انتهى، كلام خلص، الحكاية زادت عن حدها، وأنا لازم ألاقي حل للموضوع ده. إيه يا ابني؟ روح مكتبك، ابدع، اشتغل، فكر، وخلص الشغل المتلتل على دماغك ده. بعدين يعني أنا مش عايزك تعيش راهب، بالعكس أنا عايزك تستمتع بحياتك، بس ما تنساش شغلك ونجاحك. حكاية الحب والجواز دي سيبها على الله، سيبه هو يختار لك. وفجأة يا ابني هتلاقي صاحبة النصيب قدامك، out of the blue زي ما الإنجليز بيقولوا. ما ينفعش خالص يبقى مجنون ليلى ومجنون راجل، ما ينفعش. يا حبيبي. ايوه بقى، انا صحيت من بدري بعمل الفطار عشان هو ده خارجه. فين الفطار؟ ماشي يا عيشه، هكلمك بعد شويه. هو انت ما بتعمليش حاجه في حياتك غير انك بتكلمي عيشه دي؟ حتى صاحبته الوحيده هتقر عليها. طب يلا بسرعه عشان مستعجله. واحده طويله شحطه زيك مش عارفه تدخل المطبخ تعمل الفطار لنفسها. بقول لك ايه، انا مش فاضيه للكلام ده الصبح خالص. كلمت اختك؟ هو انت كل ما تشوفي وشي تقولي لي كلمت اختك؟ ايوه كلمتها مرتين وما ردتش كالعاده. خس عليكي يا راجل، انت على طول قلقاني كده عليكي.
اهلا بيك يا دكتوره، الدار كلها نورت. ميرسي، ربنا يخليك. اتفضلي. ازيكم يا اولاد؟ الدكتوره راميه جت يا اولاد، يلا قوموا سلموا عليها. يا اولاد وحشتوني، عاملين ايه؟ انا جبت لكم شويه حاجات بقى يا رب تعجبكم. يلا تعالوا نفتح عينا على الترابيزه. يلا 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 عشان كلنا نلعب مع بعض. يلا. ايوه. راجية راجية رائف، ايه الاخبار؟ تمام، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. مفيش فايده فيك برضو، لسه فاكره عيد ميلادي؟ طبعا. وانا اقدر انسى عيد ميلادك؟ بس مش معقول كل سنه هتكلف نفسك وتجيب لي هديه وانت عارف الرد. انا مش فاهم هي فيها ايه يعني لما تاخدي مني الهديه؟ جرى ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. اللي جرى ان انا ست متجوزه، واي ست متجوزه ومحترمه مش ممكن هتقبل هديه من راجل كان في يوم من الايام خطيبها. يا ستي احنا اصدقاء وفي شارع واحد وجيران، ما فيهاش حاجه لما تقبليها مني على اني صديق. طب انا هسالك سؤال، ولو جاوبتني عليه بصراحه هقبل الهديه. هجاوبك بصراحه طبعا. وانا من امتى كدبت عليكي؟ انت فعلا بتعتبرني صديقتك؟ سكت لي. شفت بقى، شفت انه ما ينفعش ان احنا نفضل اصدقاء واقبل منك الهديه؟ عشان كده عشان خاطري انسى كل حاجه عشان ما تتعبش نفسك وتتعبني معايا. باي باي يا رب. ازيك يا شريف؟ الله يسلمك يا دكتور. الحمد لله. الاخبار كله الحمد تمام؟ الحمد لله كلنا كويسين يا دكتوره. تعالي معايا، عايزه اديكي حاجات تروح اللندن. حاضر من عينيا. كيس اللاندري عندك جوه، خديه وديه دراي كلين. حاضر يا دكتوره.